السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا شباب في مملكة طيور البادجي، معكم محمد أيمن. هنتكلم النهاردة عن موضوع لايت وظريف كده، وإن شاء الله يحوز على إعجابكم ونحاول نبسطه على قد ما نقدر. هنتكلم النهاردة على مدخل في مبادئ الوراثة لطائر البادجي. إن شاء الله الموضوع يبقى شيق ولذيذ ونحاول نبسطه مع بعض. الغرض من الوراثة، الوراثة هي حاجة كده لذيذة كده شيقة وتنافسية. أنت مع الغواء أصحابك بتتنافسوا على إنتاج طفرة معينة، حجم معين، شكل طفرة معينة، شكل فلة معينة، كل يعني حسب ما انت بتحب وحسب ما انت متجه. يعني في ناس بتشتغل على الحجم، في ناس بتشتغل على الطفرة، في ناس بتشتغل على الطائر الاسترالي العادي على انتاج كميات معينة منه، كميات كبيرة. ايا كان تفكيرك ايه فكله يحترم طبعا، وكل واحد دي دماغ لوحده في الموضوع ده. طبعا الصفات الوراثية هم بينقسموا لثلاث انواع الصفات الوراثية عموما كده: السائد، متنحي، ومرتبط بالجنس. واحنا بنعرف الحاجات دي ليه؟ عشان ساعة الانتخاب، طبعا الانتخاب انتوا كلكم عارفينه، الانتخاب اللي هو بتنقي طائر معين عشان تنتج صفة معينة، بتنقي مثلا زي مثلا طيور كبيرة حجمها كبير عشان تنتج طائر حجمه كبير. وطبعا على العكس، لو الطيور حجمها سيء هيبقى الطائر حجمه سيء قد الحجم الأهالي. بتنقي طفرة معينة شغال عليها فبتضطر برضه تنقي أهالي لون معين عشان تقدر تنتج الطفرة دي بوفرة. تمام، هنتكلم بقى زي ما قلنا قبل كده، السائد ومتنحي ومرتبط بالجنس، دي الصفات الوراثية الستاندر معنا. السائد سهل وبسيط جدا، هو من أقوى الصفات، ولازم تبقى الطفرة ظاهرة على الطائر عشان يبقى سائد. والطائر ممكن بيظهر في الإنتاج بوجود فرد واحد ذكر او الانثى، لو واحد منهم سائد يبقى كده كده هيظهر في الانتاج. لو الاتنين سائد طبعا يبقى كل الانتاج هيبقى سائد. من امثلة الالوان السائد مثلا الاخضر، الرمادي، البوندد، الاسبانجل، ده مثلا على ده طبعا على سبيل الذكر كده لا الحصر، يعني الطفرات كتيرة جدا وعالم تاني خالص. زي ما قلنا صفة من الصفات القوية جدا صفة السائد. هنتنقل نبذة مختصرة عن الصفة اللي بعدها، صفة المتنحي. المتنحي هي عكس السائد تماما، صفة وراثية ضعيفة، يلزم عشان تنتج منها يبقى يا إما الأب والأم متنحي، يا إما الأب متنحي والأم سائد أيا كان، أو العكس، الأب متنحي سوري والأم مش والأم حامل للمتنحي، ملهاش دعوة بالسائد خالص، السائد يبقى يظهر سائد. متنحي الأب سيد، الأب متنحي والأم متنحي هيظهر المتنحي، الأب متنحي والأم حامل المتنحي هيظهر، أو العكس طبعا، الاتنين حامل لصفة المتنحي هيظهر في الإنتاج متنحي. غير كده مش هتقدر تحصل على المتنحي، هتحصل على فرد حامل للصفة. لو أحد الزوج متنحي والآخر يحمل أي صفة تانية هيبقى حامل لصفة المتنحي في الانتاج، لكن مش هيطلع ابدا المتنحي ما دام الفرد التاني ليس حامل للصفة. وده طبعا كان السبب في ان هو كتير بيبقوا جايبين طيور مش عارفين مصادر الاهالي بنسبة كبيرة لاكتر من جيل، فبيظهر عندهم صفة المتنحي الغير مرغوب فيها، بيبقوا مش شغالين على طفرة معينة وبيظهر معاهم عشان هو طائر صفة مش مرئية بالعين، هي صفة محمولة فقط. بعد كده هنتكلم عن الصفة الثالثة والاخيرة، صفة المرتبطة بالجنس. الصفة المرتبطة بالجنس هقول لكم ايه الصفة المرتبطة بالجنس، بس الاول هنضرب امثلة عليها. احنا قلنا امثلة المتنحي طبعا الازرق الهوريكال، دي من الصفات المتنحية المعروفة او البارزة، وطبعا على سبيل الذكر لا الحصر. المرتبطة بالجنس زي ما قلنا العيون الحمراء معظمها مرتبطة بالجنس، لاس وينج، البينو، لاتينو، كريمينو اللي هو الكريمي، الاوبالاين، السينابون او السينامون ايا كان هو لون القرفة ترجمته الحرفية على ظهر الطائر. في ايه تاني مرتبط بالجنس نفتكره؟ ده برضو على سبيل الذكر كده لا الحصر. ايه بقى اللي بيعمله الصفة المرتبطة بالجنس؟ الذكر المرتبط بالجنس، الذكر بيجيب انثى، يعني لو الذكر البينو والانثى مش مرتبطة بالجنس، مش حاملة صفة، او الانثى مش البينو زيه، يبقى الناس كلها هتبقى البينو، كل الالبينو هيبقى ناس، والذكور هتبقى حاملة السبليت للصفة، لكن مش هيظهر ذكور أبدا إلا لو الأنثى نفس حاملة الصفة المرتبطة بالجنس. ولو ذكر سبليت ألبينو وأنثى عادية هينتج برضو إناث مرتبطة بالجنس، وإناث هينتج برضو إناث ألبينو مش هينتج ذكور.
يعني قلنا الإينو أو المرتبط بالجنس أيا كان أي صفة مرتبطة بالجنس تحمل لكن ما تظهرش إلا لو الذكر والأنثى مرتبطين بالجنس، يعني ذكر لاتينو وأنثى لاتينو تبدأ تظهر الطفرة في الفروخ بذكورة الذكور وإناث، إما لو الذكر بس هتبقى كل العيون الحمراء إناث. تمام كده، يا رب تبقى وصلت المعلومة. وكده بدأنا نمسك كروت اللعبة، هي كلكع شوية بس يعني كلكع لو فكتها بالراحة هتلاقيها بتتفك معاك والموضوع بيبان وبيظهر. الموضوع سهل وما تقلقوش، ولو عايزين نشرح طفرة طفرة نعمل لكل طفرة لوحدها فيديو مفيش مشكلة. ويا رب الموضوع يبقى عجبكم، وانا برضو سايب لكم الموضوع في المدونة بتاعتي تحت الفيديو هحطه لكم في الديسكريبشن، متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب. ويا رب الموضوع يبقى عجبكم وهتوحشونا المرة الجاية، ويلا سلام سلام.